أهلا بكم إلى نشرة الظهيرة من الميادين. وفي عناوينها: الدفاع الروسية تكشف عن وثائق تتضمن خططا للقوات الخاصة الأوكرانية لمهاجمة دونباس. الخارجية الروسية تطلب توضيحا من واشنطن بشأن مختبرات الأسلحة البيولوجية في كييف وتصفها بالتهديد لها. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على موسكو ومينسك تشمل القطاع البحري والعملات المشفرة. والكريملين يتهم واشنطن بإعلان حرب اقتصادية على روسيا ونشر الفوضى في أسواق الطاقة. طهران تؤكد أن استشهاد عنصرين من حرس الثورة باعتداء إسرائيلي في سوريا لا يمر بدون رد. وتل أبيب تستنفر قواتها شمالا تحسبا. عودة رئيس وفد المفاوضات الإيراني إلى فيينا لاستئناف المفاوضات. وواشنطن تتحدث عن قرب التوصل إلى تسوية وترفض المطالب الروسية. وفي أخبار الاقتصاد مع عبد الله ظاهر. مرحبا أحمد. في اقتصاد الظهيرة: أسعار القمح ترتفع إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، واستمرار ارتفاع أسعار النفط بسبب المخاوف من تأثير العقوبات على سلاسل التوريد. هذا في الاقتصاد، ولكن علي خليفي ماذا لدينا في الرياضة؟ مرحبا مايا. في رياضة الظهيرة: الاتحاد الروسي لكرة القدم استأنف عقوبات نظيره الدولي والأوروبي لدى محكمة كاس، والفيفا عد بولندا متأهلة إلى نهائي ملحق تصفيات مونديال قطر. ومزيد من الأخبار والتفاصيل نتابعها في النشرة، ونبدأ بطبيعة الحال من أوكرانيا والمواقف والتداعيات من جراء العملية العسكرية الروسية. ندد الكرملين باقتراح بولندا نقل طائرات ميج 29 إلى الأمريكيين لترسل بعدها إلى كييف. الكرملين وصف الإجراء بالسيناريو الخطر والبغيض إذا تحقق. الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أكد اهتمام روسيا بإجراء جولة مفاوضات جديدة مع أوكرانيا في أقرب وقت، وربط ذلك بمدى استعداد كييف لذلك. وإذ ندد بيسكوف بالعقوبات الغربية الأطلسية، وصف الوضع في أسواق الطاقة بالمضطرب للغاية، ولا أحد يعرف إلى أي مدى سيصل. مفاد الميادين إلى أوكرانيا عباس الصباغ هو معنا الآن، وهو من منطقة الفيف. أهلا ومرحبا بك زميلي عباس الصباغ، وما هو الجديد الميداني لديك لو سمحت؟ نعم، يا تحية لك ولكل الزملاء والمشاهدين. نحن هنا في مدينة الفوف أو الفيف الأوكرانية على الحدود البولونية، تبعد نحو 70 كيلومترا على أقرب نقطة حدود مع بولونيا. فقط هذه المدينة هي التي باتت وجهة كل النازحين من كييف وخاركوف وسومي وبوتشا وغارزيل وتشيرنوبل ومعظم مقاطعات أوكرانيا. تشهد مواجهات عسكرية في الأسبوع مع بداية الأسبوع الثالث لعملية الخاصة بالدنباس التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين. فقط في هذه المدينة زحمة غير طبيعية، وتحديدا لأن معظم الذين ينزحون يأخذون من هذه المدينة كمحطة أخيرة قبل التوجه باتجاه الحدود البولونية. طبعا هناك إجراءات مشددة على مداخل هذه المدينة، وهناك متاريس وحواجز وعوائق، وطبعا يمنع حتى الوقوف أو التحدث عبر الهاتف قرب هذه المتاريس التي تعتبر الأكثر تحصينا على مداخل مدينة الفوف، إن كان من جهة ترنوبل أو من الجهات الأخرى. في يعني هناك طبعا الممرات الإنسانية التي فتحت لمناطق تشهد مواجهات أو شهدت مواجهات، لكن أبرز ما أعلن قبل قليل عن بوتشا وبرزيل، وهما منطقتان إلى شمال غرب كييف يعني باتجاه الحدود الأوكرانية البيلاروسية، بأن السلطات المحلية هناك تتحدث عن إجلاء 4400 مواطن من بارزيل وعشرات أو مئات المواطنين من بوتشا. وهاتان المنطقتان يعني أصبحتا بحكم الإعلان الرسمي عن عمدة المدينة بوتشا أو السلطات المحلية في بارزيل بأنهما تحت سيطرة الجيش الروسي. وفي تشيرنوبل تحدثت السلطة المحلية عن أن أكثر من ثلثي المدينة بات من دون كهرباء ومياه
ساخنة، وأن هناك إيجاد مصادر للطاقة بديلة من أجل ضمان التبريد في محطة تشيرنوبل النووية. طبعا نحن نتحدث عن شمال غرب كييف، والأمر لا يختلف عن شمال شرق كييف. تزال هذه الجبهة منذ اليوم الثالث لعملية الدونباس، وهي الساخنة، ولأنها تبعد يعني في محيط أو نصف شعاع يتراوح بين 20 إلى 25 كيلومترا أو بات أقل مع السيطرة على مدن أو على بلدات تحت، يعني هي في أسفل مدينة بلدة بوتشا وموازية لبلدة إيرفين. الجيش الأوكراني عمد إلى تفجير الجسر الذي يربط إيرفين بكييف، هذا من جهة الشمال. من جهة الشرق في البريسبل بالأمس كان هناك استهداف لقاعدة عسكرية بالقرب من المطار الرئيسي في كييف، مطار البريسبل يبعد عن المدينة قرابة 20 كيلومترا وتحديدا عن منطقة خاركوفسكي ريون أو منطقة أو حي خاركوف في كييف. وبطبيعة الحال يعني هذا الاستهداف هو ليس الأول في منطقة البريسبل، علما أنها استهدفت بصواريخ كثيرة في اليوم الأول من عملية الدونباس. هناك عدة قواعد عسكرية في تلك المنطقة. أهالي كييف تحدثوا في الساعة الثانية وعشر دقائق بالتوقيت المحلي وتوقيت بيروت القدس الشريف عن مشاهدة جسمين طائرين، الأرجح هما صاروخين بحسب ما قال سكان عبر سماء كييف. هذا بالنسبة لكييف. والممرات الإنسانية، طبعا كييف تتهم روسيا بأنها لا تحترم يعني ضمان سلامة الممرات، بينما روسيا تتحدث عن أنها فتحت هذه الممرات من أجل إجلاء المزيد من السكان في المناطق المرشحة لمزيد من التوتر. هذا في الميدان. لا أعرف إذا كنت أتحدث عن مواقف زيلينسكي، فلاديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني يعني أعلن قبل قليل بأنه كنت أريد أن أسألك عن هذه المواقف. عباس تفضل. حذر من سماهم ينسجون خيوط مع روسيا، أو بالأصح من يعملون على إقامة علاقات مع روسيا طمعا في شيء ما بعد هذه العملية. أما وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا تحدث عن اللقاء المرتقب غدا في أنطاليا مع نظيره الروسي سيرجي لافروف والوزير التركي سيكون محطة فاصلة، وقال بأن في هذه المحادثات ستكون كييف متمسكة بمواقفها ولن تتنازل. وقال ما حرفيته أن المقاومة التي أبداها الأوكرانيون خلال هذه العملية هي التي ستحدد مسار المفاوضات أو اللقاء الثلاثي غدا في أنطاليا في تركيا. وشدد على أن كييف وما كان يخطط له لم يتحقق حتى الآن. طبعا هذا ما صرح به وزير الخارجية الأوكراني قبل اللقاء المرتقب بعد أقل من 24 ساعة في تركيا. يعني بالإجمال مواقف في كييف على حالها، ويعني كل يوم تعرض صورا لأسرى روس بحسب التلفزيون الرسمي الأوكراني، وآخر ما عرضته عن أسرى روس يقولون بأن كان من المخطط أن تسقط خاركوف خلال 3 أيام، وهذا بطبيعة الحال نتيجة الاعترافات، لكن بطبيعة الحال الاعترافات عادة لا تكون إلا يعني هناك ظروف وإجراءات خاصة في التعامل مع الأسرى ثم يعني إجبارهم على الكلام. أشكرك الزميل عباس الصباغ موفد الميادين إلى أوكرانيا، شكرا على هذه الإحاطة الشاملة بكل المستجدات الميدانية والسياسية. وزارة الدفاع الروسية أعلنت بدورها عن وثائق عثرت عليها قواتها في أوكرانيا تكشف مخططا لقوات خاصة أوكرانية لمهاجمة دونباس. لقد وقعت في أيدينا وثائق سرية للحرس الوطني الأوكراني خلال تنفيذ عمليات خاصة. الوثائق تظهر أن كييف تخطط لشن هجوم على دونباس في آذار مارس، وأنوه هنا بأن القوات الخاصة التي كانت ستنفذ الهجوم تتبع للقوات الأوكرانية الهجومية والمحمولة جوا، وقد أعدها المدربون الأمريكيون والبريطانيون وفقا لبرنامج تدريب معايير الناتو في الفيف. والعمليات العسكرية الخاصة التي شنتها القوات المسلحة الروسية منذ 24 من فبراير شباط استبقت وأحبطت هجوما واسع النطاق لفرق العمل الهجومية الأوكرانية ضد جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك اللتين لا تخضعان لسيطرة كييف.
فيما أكدت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زخاروف أن العملية العسكرية تسير وفقا لما هو مخطط له ولا ترمي لإسقاط النظام في أوكرانيا. زخاروفا طالبت واشنطن بتقديم تفاصيل بشأن المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، مشيرة إلى أن هذه المختبرات بالقرب من روسيا طورت مكونات أسلحة بيولوجية، مضيفة أن القوات الروسية سيطرت على عدد من المنشآت النووية في أوكرانيا لمنع الاستفزازات. أكدت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا مكان قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية للقوات المسلحة الروسية إيغور كيريلوف قد أعلنه قبل أيام بعد تحليل البيانات التي ضبطتها القوات الروسية في أوكرانيا، وهو أن وزارة الصحة الأوكرانية كانت قد أرسلت في 24 من شباط فبراير تعليمات إلى المعامل البيولوجية في جميع أنحاء أوكرانيا لوضع خطة الطوارئ قيد التنفيذ، وهذه المعامل هي المختبرات الأمريكية للتجارب العسكرية في المجال البيولوجي، وهو تاريخ بدء العملية العسكرية الروسية. ما تبين هو أن أوكرانيا كانت تحتوي على 16 مختبرا بيولوجيا أمريكيا معلنا يديرها البنتاغون ويشرف مباشرة على تمويلها الذي تجاوز عتبة 200 مليون دولار. وهذه المختبرات موزعة بين كييف والفيف وأوديسا وخركيف ودنيبر وبيتروفيسك وفينيتسا. بعض هذه المختبرات يعد سريا حيث يمكن إنتاج فيروسات قاتلة فيه، والخطر وفق وزارة الدفاع الروسية هو أن هذه المختبرات الحيوية مقامة قرب المدن. مسؤولون روس مبارح يحذرون منذ سنوات من النشاط الأمريكي في مختبرات أوكرانيا وغيرها من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق مثل جورجيا ورومانيا وكازاخستان، حيث يمكن تطوير أسلحة بيولوجية لتصير أسلحة فتاكة من دون أي رقابة أو معرفة لماهيات عمل هذه المختبرات، وفق ما قاله وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مطلع العام الحالي. وإلى تركيا يتوجه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للمشاركة في منتدى أنطاليا، ووفق بيان الخارجية الروسية فإنه من المقرر أن يلتقي لافروف نظيره الأوكراني ديمتري كوليبا. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلنا في تركيا محمود واثق. محمود مرحبا، إذا يوم غد من المفترض أن تستضيف ولاية أنطاليا منتدى أنطاليا الدبلوماسي، وعلى هامش هذا المنتدى سيعقد لقاء بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا. ماذا توفر من تفاصيل حول هذا اللقاء؟ الأجواء إلى ماذا تشير؟ من سيحضر هذا اللقاء؟ ما المنتظر منه؟ نعم صحيح، وكما أعلن وزير الخارجية التركي مولود چاوش أوغلو قبل أيام بأن هناك اجتماعا ثلاثيا سيعقد في مدينة أنطاليا التركية بين وزراء خارجية روسيا وأوكرانيا بالإضافة إلى الوزير التركي بطبيعة الحال. هذا الاجتماع يأتي بوساطة تركية التي اقترحت عدة مرات إجراء مفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني للوصول إلى وقف إطلاق النار وتسوية سياسية للأزمة الأوكرانية بوساطة تركية. يبدو أنه تم الاتفاق الآن بحيث سيحضر وزيرا الخارجية الروسي والأوكراني إلى مدينة أنطاليا يوم غد الخميس. من المتوقع أن يعقد اجتماع مهم بين الأطراف الثلاث لبحث كل التفاصيل وكل البنود المتعلقة بالأزمة الأوكرانية. الأتراك يأملون بأن ينجحوا في التوصل إلى وقف إطلاق النار ولو كان بشكل مؤقت لفتح ممرات إنسانية والتخفيف من حدة التوتر في أوكرانيا والتخفيف من حالة الوضع الإنساني هناك، بالإضافة إلى اتفاق سلام شامل بين روسيا وأوكرانيا. هذا ما أكده وزير الخارجية التركي قبل أيام، وأيضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. تركيا بطبيعة الحال والتي تقف إلى حد ما على مسافة متساوية من العلاقة مع روسيا وأوكرانيا تحاول أن تنجح في الوصول إلى توافق أو إلى اتفاق بين الطرفين الروسي والأوكراني للتسوية السياسية لهذا النزاع، التي تقول أنقرة بأن
يجب العودة إلى طاولة المفاوضات وبحث كل القضايا العالقة بين الطرفين عبر الحوار السياسي وليس عبر عمليات عسكرية. محمود، في موضوع آخر، وصل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى تركيا. من من المفترض أن يلتقي في تركيا طبعا بالإضافة إلى الرئيس أردوغان؟ هي أول زيارة لرئيس إسرائيلي منذ العام 2007 بعد كل الخلافات بين الجانبين، وكيف يتوقع أن تؤثر هذه الزيارة وتنعكس على مسار العلاقة بين تركيا وإسرائيل؟ نعم، يعني بطبيعة الحال هناك محاولات تركية لمراجعة في سياساتها الخارجية تجاه العديد من الدول في الإقليم ومن بينها إسرائيل. يعني كانت هناك رغبة تركية، عدد من المناسبات تحدث الرئيس رجب طيب أردوغان بأنه لا يمانع اللقاء بالرئيس الإسرائيلي وبحث كل القضايا العالقة بين البلدين. نحن نعلم بأن العلاقات التركية الإسرائيلية لم تنقطع أبدا، حتى في أصعب الحالات، حتى في الحالات التي كانت العلاقات متوترة بين الطرفين كانت هناك علاقات تجارية واسعة وشاملة بين الطرفين. حجم التبادل التجاري كبير جدا، بلغ 8 مليار دولار خلال السنة الماضية، وبالتالي هناك محاولات تركية للمراجعة الشاملة في علاقاتها الخارجية، تحديدا فيما يتعلق برغبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يستعد لخوض انتخابات رئاسية حاسمة في 2023، وبالتالي هو بحاجة إلى دعم الدول الإقليمية وإلى تحسين وضعه الداخلي من خلال توطيد العلاقات والتخفيف من التوترات الموجودة بين تركيا وبين هذه الدول ومنها إسرائيل. شكرا لك محمود واثق، مراسل الميادين في تركيا. فرضت دول الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على موسكو ومنسك، من بينها فصل 3 مصارف بيلاروسية عن نظام سويفت للتحويلات المالية. وخلال اجتماع في بروكسل، أقر ممثلو دول الأعضاء عقوبات تستهدف القطاع البحري والعملات المشفرة، كما أضافوا قادة روسا إلى قائمة الاتحاد السوداء. وهي تدابير ترمي إلى استكمال الحزم 3 من العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي في الأسبوعين الماضيين. المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية شدد على أن الولايات المتحدة تمارس القمع بحق الصين وروسيا، محذرا من أن بلاده ستتخذ التدابير اللازمة للدفاع عن حقوق ومصالح الشركات والأفراد الصينيين. لقد دفعت تحركات الناتو بقيادة الولايات المتحدة التوترات بين روسيا وأوكرانيا إلى نقطة الانهيار، وبعيدا عن مسؤوليتها الخاصة انتقدت واشنطن موقف الصين من أوكرانيا، وهي تسخر إمكاناتها لتشويه سمعة الصين بأكاذيبها، لكن ذلك يكشف اهتزاز مصداقيتها أمام المجتمع الدولي. نعارض أي شكل من أشكال العقوبات والقيود الأحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة، ويجب عليها التعامل بجدية مع مخاوف الصين وعلاقتها مع روسيا عند التعامل مع قضية أوكرانيا. الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد أعلن فرض حظر أمريكي على واردات الطاقة الروسية بما يشمل النفط والغاز. تقرير محمد كريم. بعد مناقشات مستفيضة داخل الإدارة الأمريكية واستجابة لضغوط الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الرئيس بايدن يعلن فرض حظر على دخول واردات النفط والغاز الروسية إلى الولايات المتحدة. سنحظر جميع واردات النفط والغاز والطاقة، هذا يعني أن النفط الروسي لن يكون مقبولا بعد الآن في موانئ الولايات المتحدة، والقرار اتخذ بتنسيق وثيق مع الحلفاء، ولن نسهم في دعم حرب بوتين. لاقت خطوة بايدن ترحيبا من شخصيات بارزة في الحزبين، لكن قيادات في الحزب الجمهوري حملت البيت الأبيض مسؤولية الآثار المترتبة على هذا القرار بسبب سياساته التي تحد من استخراج النفط من الأراضي الأمريكية. لدي تساؤلات حول سياسة الإدارة في مجال الطاقة، فحظر النفط الروسي يجب أن يترافق مع إلغاء الضوابط بما يسمح بمزيد من الإنتاج الأمريكي. هذه الاستراتيجية أفضل من مناشدة السعودية رفع إنتاجها أو إبرام اتفاق مع فنزويلا أو العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران. سررنا للغاية بقرار الرئيس حظر النفط والغاز الروسيين،
ونحن سنواصل طرح التشريعات ونستكشف خطوات أخرى لعزل روسيا واقتصادها بشكل أكبر ورفع التكاليف على روسيا وشعبها. وفيما قد يواجه بايدن نقمة داخلية عارمة بسبب ارتفاع أسعار الوقود على المستهلكين مع زيادة التضخم، فإنه برر انفراده بالقرار بعيدا عن الأوروبيين بأن بلاده لديها القدرة على رفع الإنتاج مع التعويل على النفط الفنزويلي والإيراني والسعودي لسد النقص في إمدادات الطاقة في الأسواق العالمية. يهدف بايدن إلى رفع التكلفة على نظيره الروسي ليفرض عليه تراجعاً وانخراطاً في مساومة قد تقود إلى إنهاء العمليات العسكرية في أوكرانيا في خطوة شكك البعض بنجاحها. محمد كريم، واشنطن، الميادين. وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قالت إن وقف واردات النفط الروسي بالنسبة إلى ألمانيا خطوة حساسة، إذ يأتي ثلث وارداتها من النفط من روسيا وفق ما أدلت به في تصريحات إلى تلفزيون صحيفة بيلد الألمانية. بيربوك المنتمية إلى حزب الخضر رحبت بوقف الولايات المتحدة واردات النفط الروسي، لكنها أوضحت أن وقف واردات نفط روسيا يعني وقف الحركة في ألمانيا خلال الأسابيع الثلاثة التالية. تنضم إلينا من برلين مفادة الميادين مريم عثمان. مريم، مرحبا بك. يعني انطلاقا مما جاء على لسان بيربوك التي تقول بأننا نرحب بوقف يعني واردات النفط من روسيا، ولكن هذا الأمر سيؤدي إلى نوع من شلل في ألمانيا لمدة أسابيع، انطلاقا مما قالته هذه الوزيرة ومن تصريحات سياسية أخرى، نفهم منك أي نوع من الارتباك تعيشه ألمانيا اليوم؟ نعم مايا، أهلا بك. هو فعلا ارتباك، وأصلا هذا التصريح الأخير لوزيرة الخارجية أنالينا بايربوك أثار جدلا كبيرا في ألمانيا، إذ أنها رحبت بالعقوبات الأمريكية، ولكنها في الطرف الآخر قالت أن ألمانيا لا تستطيع أن تقوم بهذه الخطوة كما فعلت واشنطن، لأن هذا قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي في ألمانيا، نظرا أنها تستورد أكثر من 55% من حاجياتها من الغاز فقط من روسيا. لذلك إن كانت ألمانيا تريد أن تتخذ هكذا خطوة عليها أن تفكر أولا هل هي قادرة على الصمود أكثر من 3 أسابيع في هذا الخصوص، لذلك لا يمكن أن تتخذ هكذا خطوات وفي المقابل تتراجع عنها بعد أيام قليلة عندما لا يصبح هناك كهرباء في جميع أنحاء ألمانيا. أيضا في سياق هذا التصعيد في ما يخص المواقف الرسمية الألمانية، صدر منذ قليل أو تغريدة لوزير المالية كريستيان ليندنا قال فيها: نجحنا في عزل بوتين ودعاة الحرب سياسيا واقتصاديا وماليا، يتم تخفيض التصنيف الانتمائي لروسيا بشكل ثابت، هذا يدل على أن عقوباتنا ضربت الكرملين بشتى. ويمكن قراءة هذه التغريدة على أنها محاولة للمسؤولين الألمان لإظهار للرأي العام إلى أن ألمانيا تتخذ خطوات حازمة في وجه روسيا، ولكن موضوع الطاقة ليس مطروحا أبدا. وفي سياق أيضا هذا التناقض الرسمي فيما يخص موضوع الطاقة، أيضا ما قاله وزير الاقتصاد إلى أن ألمانيا تحضر نفسها منذ ديسمبر الماضي لموضوع قطع إمدادات الطاقة من روسيا، وأنها جاهزة لديها احتياط يكفي للشتاء والربيع والصيف. وهنا أيضا إذا قارنا التصريحات نجدها غير مترابطة أبدا مايا. نعم، وهذا دليل على الارتباك الذي تحدثنا أيضا عنه. بما أنك تحدثت عن وزير الاقتصاد، أعتذر على المقاطعة زميلتي مريم، يبدو أن هناك أصوات بدأت تعلو في ألمانيا تسأل ربما عن كيفية استيعاب هذا العدد الكبير من اللاجئين القادمين من أوكرانيا في ألمانيا. ماذا في هذا الخصوص؟ ما عندما يتعلق الموضوع بالحديث عن الحريات وبالحديث عن الإنسانية وما يشابه ذلك، المواطن الأوروبي أو المواطن الألماني يخرج في التظاهرات يطالب بالحقوق وأيضا وإلى ما شابه ذلك، ولكن عندما يتعلق الموضوع بالأوضاع المعيشية هنا نستطيع أن نعرف الموقف الحقيقي للمجتمع الألماني وللمواطن الألماني. الأوضاع المعيشية لربما تتدهور الآن نظرا إلى ارتفاع وانفجار كبير
الأخير في موضوع ارتفاع أسعار الطاقة ولا سيما أسعار الديزل والبنزين، وهذا أيضا يتعلق بجيوب المواطنين، وهنا لا نستطيع نتحدث عن الإنسانية، لذلك بدأت تعلو الأصوات فيما يخص موضوع اللاجئين نظرا إلى هذا العبء على الاقتصاد المتضرر الآن بشكل كبير، عبء جديد، وهم يقولون أيضا إن ألمانيا عليها أن تنظم استقبال اللاجئين ولا تستقبلهم على نحو عشوائي وأن تقدم لهم مساعدات من دون أي حدود وبالتالي أن تكبد الاقتصاد الألماني المزيد من الخسائر، وهذا بالطبع سيؤثر على المواطن الألماني على نحو كبير أيضا. أشكرك مريم عثمان مفادة الميادين، كنت معنا من برلين. الرئيس الأوكراني كان قد طالب أعضاء مجلس العموم البريطاني بمساعدة بلاده في فرض حظر جوي في أوكرانيا فضلا عن الحصول على مزيد من الأسلحة لمواجهة روسيا. التفاصيل مع الزميل موسى سرور. بريطانيا مستمرة في التصعيد ضد روسيا. بوريس جونسون يجتمع بنظرائه من 4 دول في أوروبا الوسطى في محاولة منه لإفشال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما سماه جونسون إيجاد نفوذ في أوروبا يتحكم به الكرملين، كما تشاور معهم في كيفية خفض اعتمادهم على الغاز والنفط الروسيين ومواجهة تدفق اللاجئين الأوكرانيين. المثير للاهتمام أن الدول الأوروبية الأربعة في أوروبا الوسطى تريد الابتعاد في الاعتماد على الغاز والنفط الروسيين بسبب الأعمال الشنيعة التي ترتكب في أوكرانيا. البرلمان البريطاني يستقبل الرئيس زيلينسكي بحفاوة بالغة. أعضاء في مجلس العموم وصفوا خطابه بالتاريخي. الرئيس الأوكراني استحضر من مجلس العموم بطولة تشرشل وأدبيات شكسبير لطلب مزيد من الدعم العسكري وفرض حظر جوي في أوكرانيا. سنواجه هذه الحرب ولا نريد أن نخسرها، وسنفعل كما فعلت بريطانيا ضد النازية، وسنحارب من أجل أوكرانيا. الأحزاب السياسية البريطانية أثنت على بطولات الأوكرانيين وتعهدوا تقديم الدعم لكييف في مواجهة روسيا. فيما تقدم المساعدات العسكرية والمالية والدبلوماسية لأوكرانيا، ما زالت لندن ترفض إلغاء تأشيرات دخول اللاجئين إلى أراضيها لأسباب تقول الداخلية البريطانية إنها أمنية تتعلق بعدم دخول الروس والإرهابيين إلى بريطانيا. موسى سرور، لندن، الميادين. الظهيرة مستمرة لكن بعد الفاصل. من جديد أهلا ومرحبا بكم. ردا على استشهاد عنصرين من عناصر حرس الثورة الإيراني باعتداء إسرائيلي في سوريا قبل يومين، أدانت الخارجية الإيرانية بشدة العمل الإجرامي التابع من النابع من الطبيعة العدوانية للكيان الإسرائيلي المحتل. وحذرت الخارجية على لسان المتحدث باسمها سعيد خطيب زادة من أن وقاحة الكيان المجرم وعملياته الإجرامية لن تمر من دون عقاب، وأن الرد على هذا الكيان العنصري ومواجهة مثل هذه الجرائم المعادية للإنسانية هما من أهداف محور المقاومة في المنطقة. حرس الثورة الإسلامية الإيرانية كان قد أعلن استشهاد عنصرين تابعين له إثر قصف صاروخي من قبل الاحتلال الإسرائيلي استهدف أطراف العاصمة السورية دمشق، وشدد حرس الثورة على أن الاحتلال الإسرائيلي سيدفع ثمن هذه الجريمة. معلق الشؤون العسكرية في صحيفة معريف قال إن إسرائيل رفعت إلى حد معين حالة الاستنفار لدى قوات الاحتلال في الجبهة الشمالية في فلسطين المحتلة، وذلك بعد إعلان إيران مقتل جنديين لها في سوريا، وأضاف أن الأمر لا يتعلق بشيء دراماتيكي بل على نحو خاص بالاستخبارات والمنظومات الدفاعية، متحدثا عن أيام ليست عادية حيث يكون الرد الفوري سيناريو أقل واقعية. في الملف النووي وصل كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كني اليوم إلى فيينا لاستكمال المفاوضات،
وسائل إعلام إيرانية أحمد نقلت عن مسؤولين إيرانيين ومجموعة الأربعة زائدا واحدا أن المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي وصلت إلى مرحلتها النهائية، ويتعين على الجانبين اتخاذ قرار سياسي بشأن القضايا الباقية. في موازاة ذلك، أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند أن الولايات المتحدة لم تقدم أي ضمانات مكتوبة لروسيا بشأن عدم تأثير أو تأثر التعاون بينها وبين إيران بالعقوبات. وفي جلسة استماع في الكونغرس قالت نولاند إن موسكو لن تنجح في تحصيل مكاسب إضافية لتعاونها ومشاركتها في إعادة إيران إلى الاتفاق النووي. وأكدت نولاند أن المتفاوضين في فيينا باتوا على وشك إبرام تسوية. وينضم إلينا من طهران مراسل ميادين مالك عابدة. مالك، مرحبا. إذا عودة كبير المفاوضين الإيرانيين إلى فيينا لاستكمال المحادثات وآخر المواقف والتصريحات الإيرانية حول مسار هذه المفاوضات، إلى ماذا تشير كل هذه الأجواء، ولا سيما أن واشنطن كانت قد قالت أو أكدت أن المتفاوضين في فيينا باتوا على وشك إبرام اتفاق؟ نعم أحمد، لا شك فيه بأن هذه المرحلة التي تمر بها محادثات فيينا تعتبر الأخطر والأكثر حساسية منذ انطلاق هذه المحادثات وحتى هذه اللحظة، فهي بنفس المسافة من الانهيار ومن التكلل بالنجاح. ولكن عودة الكبير المفاوضين محمد علي باقري إلى طهران في الحقيقة، ومن ثم عودته إلى فيينا في الحقيقة، هي أمر طبيعي وهو يحدث بشكل مستمر خلال الأسابيع الماضية، ولكن هذا الأمر تكرر خلال الأيام الأخيرة بسبب حساسية المرحلة. فكلما اقتربنا من نهاية هذه المحادثات كان هناك قضايا حساسة تجبر طهران على أن يتم التشاور مع كبير مفاوضيها، لأن هذه المواضيع حساسة جدا. الكل هنا في طهران يصفون المحادثات بأنها شبه متوقفة، معلقة، تنتظر شيئا ما من أجل أن تستمر في طريقها الذي كانت تسيره خلال الأسابيع الماضية. ولكن الجديد هنا أحمد في طهران هو ما ذكرته وكالة إيرنا الرسمية يوم أمس، التي نقلت عن أحد المصادر المطلعة والمقربة من الوفد التفاوضي الإيراني في فيينا قوله بأن المحادثات في فيينا وصلت إلى ما وصلت إليه بسبب حسن النوايا الإيرانية وبسبب الابتكارات أو المبادرات الإيرانية، ولكن الجانب الأمريكي هو من يقوم بعرقلة التوصل إلى اتفاق جيد من خلال التباطؤ بالرد أو باتخاذ القرار السياسي حول القضايا العالقة. ما هي القضايا العالقة أحمد؟ الكثير جاء إلى سماعنا بأن هناك الكثير من هناك عدة قضايا عالقة في فيينا. رسميا أحمد لم تؤكد إيران ما هي ماهية وطبيعة القضايا العالقة، ولكن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أكد قبل يومين بأن هذه القضايا لا تتجاوز أصابع اليد وجميعها تنتظر القرار السياسي من واشنطن. أما التخمينات والتحليلات السياسية تؤكد بأن هذه القضايا هي ثلاث، أولها مسألة رفع اسم حرس الثورة الإيرانية من لائحة الإرهاب وبعض الكيانات والأسماء المتعلقة به. المرحلة أو القضية الثانية أحمد هي مسألة التراتبية برفع العقوبات. هناك الكثير من العقوبات الأمريكية على إيران، وإيران ربما قدمت مقترحا يشمل هذا، يشمل التدرج ببعض العقوبات. أما القضية الثالثة فهي في الحقيقة مسألة الضمانات الاقتصادية أحمد، باختصار مسألة الضمانات الاقتصادية، وهي مسألة مهمة بالنسبة إلى إيران، لا سيما بعد أن حصلت إيران على ضمانات ذاتية أو الضمانات النووية من خلال أن تضع الأجهزة الطارد المركزية لديها على أراضيها تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. مالك عابدة مراسل الميادين في طهران. بعد يومين من زيارة مسؤولين أمريكيين كاراكاس، أطلق أمريكيان اثنان من السجون الفنزويلية.
وفي بيان للرئيس الأمريكي جو بايدن قال أنه بعد أيام من لقاء وفد أمريكي رفيع المستوى مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أطلق اثنان من أصل خمسة مواطنين أمريكيين وسادس لديه إقامة دائمة في الولايات المتحدة. وشملت محادثات الوفد الأمريكي الذي زار كاراكاس نهاية الأسبوع الماضي إمدادات الطاقة في مسعى من واشنطن لإيجاد بديل بعد حظر واردات النفط الروسية. اتهم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وزارة الخارجية اللبنانية بأن البيان الذي أصدرته بشأن أوكرانيا كتب في السفارة الأمريكية. وفي كلمة له في يوم الجريح طالب نصر الله السلطات اللبنانية برفض المطالب الأمريكية. موقف لبنان رسمي في الأمم المتحدة. طيب، أنه نحن موقف لبنان رسمي صوت مع أمريكا وكان بيقدر يكون ممتنع وخير إن شاء الله. كان في 35 أكثر من 35 دولة ممتنعة. كان تقدر تكون ممتنع. يعني شو بده يعملوا لك الأمريكان؟ يقطعوا عنك الكهرباء، ما نقاطعينه. يقطعوا عنك الدولار، ما قاطعينه. يقطعوا عنك الغاز، ما قاطعينه. شو بده يعملوا لك الأمريكان؟ ولو؟ لا، بدنا نروح نصوت مع الأمريكان. ومش هذا مش مصلحة لبنان بالتأكيد، مصلحة لبنان كانت الامتناع مثل كثير من الدول بالعالم. وقبل بيان وزارة الخارجية بموضوع روسيا وأوكرانيا، بلكن الأسوأ ببيان وزارة الخارجية المرة الماضية ما علقت عليه، اعتبرت أنه تعليقات كانت كافية، بس بعد ما إجا التصويت الرسمي لا. الأسوأ مش بس أنه إملاء في الموقف، حتى البيان، وهذا مؤكد، هذا ذكر في وسائل الإعلام بس هذا مؤكد، أنا بأكد لكم المعطيات، راح على السفارة الأمريكية والسفارة الأمريكية طلبت تعديل المضمون ليكون أشد. يعني هذا البيان اللي طلع باسم وزارة الخارجية اللبنانية مكتوب بالسفارة الأمريكية. السيد نصر الله شدد على أنه عندما يتعلق الأمر بالأمريكي يختفي الحديث عن الحياد والنائب النفس. الحكومة اللبنانية، لأنه حكومة اللبنانيين وبتدير البلد، اتفقت القوى السياسية أن الحكومة اللبنانية تنأى بنفسها. طيب وين نائب النفس؟ طيب عندما أخذت الدولة اللبنانية هذا الموقف المنحاز للولايات المتحدة الأمريكية، لماذا صمت دعاة الحياد ودعاة النائب النفس في لبنان؟ سكتوا كلهم، ما حدا طلع يقول هذا بخرب لنا علاقتنا مع روسيا، وروسيا دولة كبيرة وبكره إذا فاتت الصين وما بعرف شو. لا لا لا، ولا شيء، سكتوا تمام، صمت القبور. كل الحكي اللي سمعناه وعم نسمعه عن الحياد والنائب النفس هو مجرد حجة، هو مجرد ذريعة للتهرب من مسؤوليات، من مسؤوليات إنسانية وأخلاقية ودينية ووطنية وقومية ملقاة على عاتق لبنان. وفي ناس بلبنان بده يتهرب من المسؤولية، بس منشان نهرب من المسؤولية، منشان ما هم ما بدنا مشكل مع الأمريكان، وهم ما بدنا مشكل مع السعودية، وهم ما بدنا مشكل، اخترعوا الحياد والنائب النفس. ولذلك لما بتكون القصة أمريكا ما بيعود في حياد نائب النفس. إلى العراق، ففي ظل عجز الفرقاء السياسيين عن حسم تسمية رئيس الجمهورية وتاليا رئيس الوزراء، بات اللجوء إلى المحكمة الاتحادية لتفسير النصوص الدستورية حتى التي يمكن حسمها في البرلمان إجراء مكررا. تقرير صلاح الخوزاعي. لم تفلح محاولات الكتل السياسية في حسم تسمية رئيس جديد للجمهورية كمقدمة لتكليف رئيس للحكومة. تحالف الصدر لا يزال يتمسك بمشروع الأغلبية الوطنية مراهنا على عدد مقاعده، فيما يتمسك الإطار التنسيقي بمشروع التوافق ملوحا بامتلاكه ورقة الثلث المعطل، وهو ما دفع بعض الأطراف إلى الركون للمحكمة الاتحادية عند تخطي المواقيت الدستورية للخروج من مأزق الانسداد السياسي. هناك انقسام واضح بين الإطار السياسي الشيعي وبين كتلة صدرية، هناك اجتماعات وتفاوضات يعني مستمرة بين هذين الكتلتين، لكن لم تصل إلى مرحلة التوافق التام بينهما بسبب عدم وجود رؤية معينة لهذين الجهتين.
رمي الكرة في ملعب المحكمة الاتحادية وإشغالها بملفات هي من صلب عمل البرلمان يرى فيهما مختصون تنصلا من تحمل مسؤولية الالتزام بالمواقيت الدستورية. توافق بشكل ربما قد يكون جديد على المشهد السياسي باعتبار هناك مصطلح ومفهوم للأغلبية الوطنية، أعتقد الأغلبية الوطنية لا تبتعد عن مفهوم التوافق. المحكمة الاتحادية ردت الكرة إلى ملعب البرلمان حين أشارت إلى أن مجلس النواب هو المعني من خلال التصويت على فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية للمرة الثانية، وهذا يؤكد بحسب المراقبين أن المحكمة بدت وكأنها تلزم البرلمان بضرورة تحمل مسؤولياته. يؤكد مختصون أن عمل المحكمة الاتحادية هو النظر في الخلافات بين الرئاسات وتقديم تفسير للمختلف عليه في الدستور، ولكن الركون إليها في كل خطوة وقرار يفرض عليها دورا أكبر ويظهر التنصل القوى الممثلة نيابيا من ممارسة دورها. صلاح الخزاعي، بغداد، الميادين. المستجدات الاقتصادية تبعتها الأحداث في أوكرانيا، يطلعنا عليها الزميل عبد الله ظاهر. عبد الله تفضل. مرحبا أحمد، مايا وعلي. أهلا بكم. تواصل أسعار القمح ارتفاعها عالميا ولا سيما في بورصة شيكاغو التي تعد بقياسا دوليا، حيث تخطت أسعار العقود الآجلة 13 دولارا لكل 27 كيلوغراما، وتخطت بورصة باريس 400 يورو لكل طن. يأتي ذلك بسبب المخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا وأوكرانيا اللتين تشكلان معا ثلث إمدادات العالم من القمح. ويذكر أن أوكرانيا حظرت مطلع الأسبوع تصدير بعض أنواع الحبوب باستثناء القمح، لكن ذلك لم يسهم في تهدئة المخاوف في الأسواق العالمية. حذر وزير الزراعة والغذاء الفرنسي جوليان دينورماندي من أزمة غذاء عالمية هذا العام، وقال في حديث تلفزيوني: هناك دول كثيرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط تعتمد على تصدير القمح من روسيا وأوكرانيا، وقد تؤدي الأحداث الجارية إلى ارتفاع الأسعار بنحو يفوق قدرة الحكومات والشركات على التحمل، ودعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان الأمن الغذائي للدول. أغلقت السلطات المالية الروسية سوق العملات النقدية لمدة 6 أشهر، وذلك في مواجهة ضغوط العقوبات المتزايدة. ويسمح القرار لأصحاب الودائع بالوصول إلى أموالهم بالعملات الأجنبية بكميات محددة وبالدولار الأمريكي فقط. كما أصدر البنك المركزي الروسي أمرا يتيح لأصحاب الودائع المصرفية بالعملات الأجنبية سحب ما يصل إلى 10,000 دولار من أموالهم نقدا، وأي مبلغ فوق ذلك يسحب بالروبل الروسي. ارتفعت أسعار الخام الأمريكي إلى 126 دولارا للبرميل عقب إعلان الولايات المتحدة وقف استيراد النفط والغاز من روسيا، أحد أبرز منتجي النفط في العالم. وصعدت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 2% لتتخطى حاجز 130 دولارا للبرميل. يأتي ذلك فيما يتصاعد التباين الأمريكي الأوروبي بشأن العقوبات ضد روسيا، وسط حديث عن التهديد الروسي بوقف السيل الشمالي 1 الذي يزود قلب أوروبا بالغاز. عبرت وزارة الخارجية الصينية عن معارضتها الشديدة لفرض عقوبات على صادرات الطاقة الروسية، وأكدت أن جميع الأطراف سيخسرون من هذه الخطوة. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية أن المشاكل الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الإنتاج وتباطؤ النمو ستؤثر على جميع الأطراف، ولا سيما أن حظر واردات الطاقة لا يستند إلى القانون الدولي وسيؤدي إلى زيادة حدة المواجهة. هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية، شكرا لحسن متابعتكم. عودة إليكم مايا وأحمد. وفي الختام إليكم تذكيرا بأبرز عناوين الظهيرة. الدفاع الروسي تكشف عن وثائق تتضمن خططا لقوات خاصة أوكرانية لمهاجمة دونباس. الخارجية الروسية تطلب توضيحا من واشنطن بشأن مختبرات الأسلحة البيولوجية في كييف وتصفها بالتهديد لها. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على موسكو ومينسك تشمل القطاع البحري والعملات المشفرة، والكريملين يتهم واشنطن بإعلان حرب اقتصادية على روسيا ونشر الفوضى في أسواق الطاقة.
طهران تؤكد أن استشهاد عنصرين من حرس الثورة باعتداء إسرائيلي في سوريا لن يمر من دون رد، وتل أبيب تستنفر قواتها شمالا تحسبا. عودة رئيس وفد المفاوضات الإيراني إلى فيينا، واشنطن تتحدث عن قرب التوصل إلى تسوية وترفض المطالب الروسية. ما كان في أخبار الاقتصاد، أسعار القمح ترتفع إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، واستمرار ارتفاع أسعار النفط بسبب المخاوف من تأثير العقوبات على سلاسل التوريد. وكان في أخبار الرياضة، الاتحاد الروسي لكرة القدم استأنف عقوبات نظيره الدولي والأوروبي لدى محكمة كاس، والفيفا عد بولندا متأهلة إلى نهائي ملحق تصفيات مونديال قطر. للمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. إلى اللقاء.